وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن منتخب إفريقيا لعام 2017 والذي ضم بين صفوفه ثلاثي النادي الأهلي أحمد فتحي والتونسي علي معلول والنيجيري أجايه. وجاء اختيار فتحي للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن كان ضمن القائمة في 2012 و2013. أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر عن فخره بفوز محمد صلاح ومنتخب مصر وهيكتور كوفر المدير الفني للمنتخب الوطني بجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2017. ونشر فتحي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر وعلق عليها قائلا: الحمد لله، حاجة تشرف أن الواحد يكون بيلعب مع أحسن لاعب أفريقي وأحسن مدرب في إفريقيا ضمن أفضل منتخب في إفريقيا. وأضاف فتحي: فخور بكل زملائي وفي منتهى السعادة ليك أنت يا صلاح والمستر كوفر، أنتم فعلا تستحقون المكانة اللي أنتم فيها. غادر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مستشفى المعلمين بعد إجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان على صحته وعاد إلى منزله. وكان الخطيب قد أجرى فحوصات طبية بالمستشفى بعد شعوره بآلام مفاجئة في ظهره، وحرص مجلس إدارة النادي على زيارته بالمستشفى. قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ولجنة الكرة والجهاز الفني أتاحوا الفرصة لبعض اللاعبين خلال الستة أشهر المقبلة للاحتراف الخارجي والحصول على فرصة المشاركة بشكل كامل، لافتا إلى أن المقابل المادي الذي حصل عليه الأهلي وأيضا اللاعبون نظير هذه الانتقالات يعد جيدا للغاية. وأضاف زيزو أن لجنة الكرة والجهاز الفني درسوا كافة الجوانب الفنية واتضح أن المكاسب ستكون إيجابية لعدة أسباب، أولها حصول اللاعبين على فرصة للمشاركة في المباريات بشكل كامل مع أنديتهم، وثانيا أن الفريق سوف يقود تدريباته بعد أقل من اللاعبين مما يعطي الجهاز الفني ميتة العمل وتنفيذ أفكاره بشكل أفضل.
وإلى أخبار تدريبات الفريق استعدادا للقمة، عقد الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق الميران الصباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وحرص البدري على شرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين خلال المحاضرة، وأيضا توضيح بعض الأدوار الخاصة بكل لاعب. انتظم الثنائي حسام عاشور وسعد الدين سمير لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ميران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم. وكان الثنائي قد خضع لتنفيذ برنامج تأهيلي في الفترة الماضية، حيث عانى عاشور من إجهاد في العضلة الضامة، فيما عانى سعد من جزع في الرباط الداخلي للركبة. شدد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على أهمية مباراة الزمالك المقبلة في الدوري، مشيرا إلى أنها تبقى مباراة قمة وديربي ينتظره الملايين من جماهير الفريقين سواء في مصر أو الوطن العربي مهما كان وضع أو ظروف الفريقين. وأضاف أن لقاءات القمة بشكل عام وفي الدوري بشكل خاص تتعدى كونها مجرد مباراة بثلاث نقاط، بل تعد بطولة خاصة، وهو ما سعى الجهاز الفني لنقله للاعبين خلال المرحلة الحالية من أجل فرض المزيد من التركيز. يبدأ النادي الأهلي غدا معسكره المغلق استعدادا للقاء القمة الاثنين المقبل ضمن الجولة 17 للدوري العام، ويؤدي الفريق ميرانو في 3:30 عصر غدا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ثم يتوجه لأحد الفنادق للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الزميل محمد سعيد مراسل قناة الأهلي. محمد أهلا بيك. مساء الخير يا عمر، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. كلمنا عن اخر الاخبار، عن التدريبات، عن الاصابات، عن كل ما يخص النادي الاهلي استعدادا لمباراه القمه المقبله. بدا العد التنازلي لمباراه القمه ديربي الكره المصريه واهم مباراه ديربي في الوطن العربي الكبير، مباراه القمه الاهلي والزمالك، والمقرر اقامتها حتى الان مساء يوم الاثنين على استاد القاهره الدولي. هي مباراة هامة جدا لفريق النادي الأهلي تحديدا في هذه المرحلة، خاصة وأن المباراة يعقبها مباشرة مباراة السوبر بأربعة أيام. اليوم التدريب تتأخر حوالي 30 دقيقة، يمكن كان من المتوقع أن التدريب يبدأ في الساعة 9:30 صباحا، لكن بدأ في حدود حوالي الساعة 10:15 بعد 45 دقيقة نتيجة أن كان الجهاز الفني عمل محاضرة فنية للاعبين. كان الجهاز الفني بيستعد خلال الأيام السابقة لتجهيز هايلايت وسكاوتنج لفريق نادي الزمالك لعرضه على اللاعبين كمحاضرات فنيه ونظريه متبعه بشكل دوري خلال مباريات الفريق خلال الفتره الاخيره في الدوري العام. وبالتالي اللاعبين النهارده في المحاضره تابعوا فريق نادي الزمالك، والكابتن حسام مركز بخلاف متابعته لاداء فريق الزمالك على نقاط محدده للاعبين انها مباريات هامه جدا، وان التوقيت الحالي الفريق داخل على مرحله هامه ولابد من التركيز خلال الايام القادمه، وان الفوز بلقاء القمه الاهلي يستطيع من خلاله ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، بمعنى ان الفوز في القمه يوسع الفارق مع الزمالك ل 11 نقطه ويبتعد بالمنافسه عن الزمالك ويبعد المنافسه عن الزمالك في الدوري العام. ايضا الفوز على الزمالك هو دفعه معنويه قويه للفريق قبل يعني السفر الى الامارات والدخول على بطوله جديده الاهلي يقترب منها خلال الايام القادمه بلقاء المصري في السوبر في الامارات. فبالتالي الجهاز الفني كان حريص في المحاضره اللي خدت مده طويله النهارده قبل التمرين على تخطيط كل هذه الجوانب. التمرين طبعا النهارده للاسف كان سوء الاحوال الجويه كان سبب رئيسي ان التمرين ما يكونش مدته طويله، خاصه كمان ان التمرين مجرد ما انتهى كان بالظبط مع بدايه صلاه الجمعه. تمرين بدني
ثم اعقبه مران فني تخصصي بتدريبات تكتيكيه. الشيء اللافت للنظر النهارده ان بعد حتى بالامس تم اعلان اعاره مؤمن زكريا الى اهلي جده السعودي، لكن النهارده انتظم في التدريبات حسب الاتفاق، ومؤمن متواجد في التدريبات خلال الفتره الحاليه وحتى مباراه الزمالك ثم مباراه السوبر. محمد استاذنك، عايز اسالك على حسام عاشور وسعد سمير، هل ايه الاخبار؟ هل هيكونوا موجودين في مباراه القمه ان شاء الله ولا لسه ما تعافوش بشكل نهائي؟ تغيب عن التدريبات محمد نجيب فقط، لكن حسام عاشور وسعد سمير ومحمد الشناوي شاركوا اليوم في التدريبات الجماعيه بشكل قوي جدا لاول مره منذ فتره طويله. لكن النقاط الفنيه في مساله اختيارات اللاعبين حسب كلامي حتى مع الكابتن احمد ايوب عقب المران انه سيتم تحديدها في المران الاخير مساء يوم الاحد. طب محمد، يمكن هل في اي تصريحات من جانب الجهاز الفني؟ يمكن بعد المران كان في تصريحات بسيطه مع الكابتن احمد ايوب بخصوص مباراه القمه، قال ان مباراه البلاستيك كانت مباراه مهمه جدا لان هي ساعدت الفريق على انه يجهز عدد من اللاعبين ما كانوش بيشاركوا بانتظام في المباريات وتوسع قاعده الاختيار لتجهيز جميع العناصر في مباراه القمه، وقال ان اختيارات اللاعبين خلال مباراه القمه هتكون طبقا لخطه المباراه والتكليفات المحدده لكل لاعب، وقال ان هي مباراه مهمه جدا زي ما قلت لك زميلي عمر ان هي تعتبر ديربي خاص ولا تخضع ابدا للتوقعات، وبالتالي الجهاز الفني بيولي لها اهميه خاصه جدا خاصه وانها تاتي قبل مباراه السوبر. وغدا الفريق عقب المران باذن الله سيدخل في معسكر مغلق، ولم يتحدد بعد حتى الان موعد المران يوم الاحد ليله المباراه، وسيتم تحديده غدا عقب دخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء القمه باذن الله والمباراه المقرر اقامتها مساء الاثنين يا عمر. محمد سعيد مراسل قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. لسه متواصلين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل.